السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصف الافكار. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه وعافيه. اليوم نهار جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله ندير معكم كيكه المول العجيب او تحليه المول العجيب، كتجي رائعه بطبقات من الكريمه وكذلك اسفنجيه بنكهه الشوكولات. نتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش اخواتي اللي عجبتكم الوصفه ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركتي فيها. ولا كنتي اختي اول مره كتشوف هذه القناه، ما تنسيش تشتركي وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركه الله بمكونات هذا الكيك. على بركه الله. في البدايه اخواتي تناخذوا المكونات، غادي نخلطهم في الخلاط الكهربائي، كنجمعوا كل شيء. ناخذوا البيض، عندنا ثلاث البيضات، عندنا كاس ديال السكر سنتا، كاس ديال العنبه، عندنا كاس ديال الزيت ما عمرش الا ربع كاس الا ربع، كاس ديال الحليب ما يكونش بارد، نخلطوا هاد المقادير كاملين، نخلطوا صافي. ملي تخلط مزيان شوفوا جات الشكل هذا. حتى نديروا واحد الاناء باش نخلطوا مع الدقيق. خليت كي جات الشكل كنديروا جوج معالق كبار ديال الشكلاط كاكاو، هذا المر ماشي حلو، جوج كندير واحد الكاس ديال الدقيق ابيض مغربل، كاس واحد، نخلطو ونشوفو الا كان خاص نزيدو. دابا غادي نديرو كاس تاني ديال الدقيق وغادي نديرو مع واحد خمارة وحدة، غير وحدة، نخلطو مزيان. بعد ما خلطت مزيان خلطو مزيان، غناخدو المول كنديرو فيه الزيت أولا الزبدة وكندهنو وكنديرو دقيق شوية كترشو كتدورو عليه متبقاش دقيق بزاف، وكنديرو الكيكة ديالنا هنا. دابا غندخل الفران ديال الضو، غندير 170 درجه وغادي نشعل غير من التحت حتى كطيب عاد باش كنشعل الفوق. بالنسبه للفران ديال الغاز يعني على حسب ديال العافيه، ما تكونش مجهده بزاف في المتوسطه، والحلوه كتكون الوسط ما تكونش قريبه للنار ولا من الفوق ولا من التحت، يعني كتكون الوسط. حتى الفران ديال الضو كذلك يكون الوسط، ما تكونش قريب للحراره باش يلا كتطيب على خاطرها، ونتلاقاو من بعد حتى تطيب الحلوه ديالنا. بالنسبه للكريمه غنحتاجو هاد كريم باتيسيرا، غناخد واحد جوج معالق كبار ديال الكريمه ولا بودره ديال الكريمه جوج يكونو عامرين، غناخد واحد 4 معالق ديال السكر، ثلاثة أربعة، نخلطو السكر مع هاد البودرة الكريمة، تنديرو جوج كيسان ديال الحليب، كاس الأول، يكون بارد ميكونش سخون، كاس تاني، دابا غنديرو فوق البوطة على عافية يعني متكونش مجهدة باش حتى كتختار هاد الكريمة. كنبداو نحركو تدريجيا حتى كتختار العافية متكونش مجهدة. دابا
كتشوفوا كنبقاو حركو حتى كيختار كيجي لهذا الشكل هذا صافي كنحبسو كيجي كريمي. الكيكه ديالنا ملي طابت كتجي على هذا الشكل هذا وكتكون طايبه من الفوق. حيدوها ملي تتبرد عا باش كنحيدوها من المول. دابا بردات شويه غنحيدها ناخذ واحد البسيط غيكون فيه. كتشوفوا هذا واش شكلها كتجي زوين. كذلك العجينه رطبه كناخذوا الكريمه اللي صوبنا غنديروها في واحد الطبقه يعني كتكون دافيه شويه كما شفتوا نخليوها حتى كتبرد وعاد باش غادي نديروا الشكرات من فوق منها. ومن بعد ناخذ واحد الكميه ديال الشوكولاط. هنا عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال الشوكولاط. الشوكولاط تيكون على هذا الشكل هذا مكحل ما بيض يعني مخلط فيه الحليب الشوكولاط بالحليب. كتشوفها باقي سخون يعني درته في حمام مريم ها هو داك. وغنزيد عليه واحد القشده الطريه ناخذ هذا النوع هذا ناخذ واحد جمعه كبار تنخلطهم مزيان. نخلطهم مزيان وغنديرها في الكاسرونه باش نخلطوها مع شويه الحليب والنشا. ندير واحد معلقه ديال المايزينا معلقه تكون عامره شويه كاس الحليب وغنديرهم في البوطه باش حتى كيتجمع الخليط. تنحركوا الخليط حتى كيتجمع كما تشوفوا كنبداو نخلطوا الخليط حتى كيولي ثقيل على هذا الشكل هذا يجي كريمي. تنديروه فوق الخليط الاول كما شفتوا من بعد ما يعني هاد الكريمه بردات دابا غنديروا هاد الحبوب هذا ديال المهم ملونين نديرهم فوق الطبقه باش نديروا هاد الكريم. يعني بحال ديال الشوكولاط بعد ما درت هاد الفانيل هذا غندير الكريمه ديرها من حتى بقى شويه دافيه ما تكونش لان غادي الا بردات كتجمع. شوفوا تنقادوها مزيان يعني راه هي كريمه ما كتسرحيها تقاديها شناب صافي نخليوها حتى كتبرد نقدموها. دابا غادي نزوقوها بهاد بانك الشناب الشكل هذا. صافي دابا ملي ساليت غادي ندخلها يعني الثلاجه حتى كتبرد مزيان ونقدموها لوليداتنا. المهم ديك الساعه نقطعها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيكون ونطقم من بعد. اخواتي بعد ما خرجنا من الثلاجه يعني الكيك او التحليه خاصها تكون بارده وغنقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها كتجي كتجي رائعه يعني الكيك كيجي اسفنجي. بالنسبه للكريمه يعني حسب الاختيار ديالكم والتزيين كما كتشوفوا على حسب بغيتو نديرو نوع واحد اولا بجوجهم على حسب الاختيار. مهم الكيك راه كتجي رائعه كتجي جديده والوليدات كيبغوا بحال هاد التحليات.
ما تنسوش اخواتي يعني تشتركوا في القناه وتبارطاجوا فيديوهاتي مع الاصدقاء وتفعل مع القناه باش دائما تعطيكم وصفات بسيطه وسهله في نفس الوقت. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله. بنجاح وتوفيق الجميع. بالصحه والراحه.